بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة المرحلة الأولى في قسم الفيزياء الطبية، موضوعنا هو الكيمياء العامة، وأول محاضرة عندنا هي الأتوميك ستراكشر أو التركيب الذري. تتكون الذرة بشكل عام من نواة وإلكترونات تحيط بها. النواة تحتوي على بروتونات ونيوترونات. تعريف الذرة هو قديم جدا، في زمن الإغريق تم تعريف الذرة على أنه هي أصغر شيء في المادة غير قابل للانقسام، ولكن تم إعداد الجدول الدوري في القرن التاسع عشر، وبدأوا يشرحون شنو معنى الذرة. فإذا بشكل عام هي ذرة متكونة من نواة، تحتوي النواة على نيوترونات وبروتونات، وتحتوي على إلكترونات. هذه هي الذرة، النواة والإلكترونات تدور حولها، والمدار هذا الشيل أو نسميه أوربيتال. النواة هي جزء صغير في وسط الذرة ويكون عالي الكثافة، تتركز به قلنا الذرات، تتركز به النيوترونات والبروتونات، وحولها دور الإلكترونات. فعلى سبيل المثال عندنا هذه ذرة الهيدروجين، تحتوي في النواة على بروتون واحد، ويدور حول الذرة إلكترون واحد في المدار الأول. عندنا أيضا ذرة الهيليوم، تحتوي على 2 بروتون و2 نيوترون، وتحتوي في المدار الخارجي اللي هو المدار الأول على إلكترونين، وهكذا يتم بناء الذرة. فعندنا الأتوميك ماس والأتوميك نمبر، أو نقول الوزن الذري والعدد الذري. العدد الذري عندنا هنا عنصر الهيليوم على سبيل المثال، في أسفل الذرة يكون عدد البروتونات اللي موجودة داخل الذرة، واللي بالوسط هو الرمز، رمز العنصر. فإذا الهيليوم في الأسفل عندي 2، يعني يحتوي على بروتونات 2، وفي الأعلى عندي 4، يعني مجموع الوزن الذري هو 4، يعني 2 بروتون و2 نيوترون. هذه ذرة الليثيوم، تحتوي على 4 نيوترونات و3 بروتون، وتحتوي على 3 إلكترونات في المدارات اللي موجودة حول الذرة. الآن هذا نموذج هيدروجين بورون، كل هذه الذرات في الأسفل هو عدد البروتونات، وفي الأعلى هو الوزن الذري، يعني مجموع البروتونات والنيوترونات لكل ذرة. الجدول الدوري بين لنا خصائص العناصر اللي موجودة في الجدول الدوري. الأعمدة اللي موجودة بالجدول الدوري هي تمثل لي المجاميع groups، بينما الصفوف الأفقية تمثل لي الدورات أو periods. وعناصر الجدول الدوري بها 4 خصائص مهمة جدا، أو 4 حقائق نسميها. الحقيقة الأولى أنه كل العناصر اللي موجودة في نفس المجموعة، يعني العمودية، have the same number of electrons in the outer shell، يعني نفس العدد من الإلكترونات بالمدار الخارجي. فالمدار الخارجي حول الذرة عندنا ال 1s وال 2s وال 3s وال 4s، دائما تكون نفس العدد من الإلكترونات في المدارات الخارجية مهما كبرت الذرة. الحقيقة الثانية، كل ما ننزل للأسفل بالنسبة للجدول هذا، extra electron shell is added، يضاف مدار إضافي آخر. فمثلا عندي الهيدروجين موجود عندي ال 1s، بينما الليثيوم ال 2s، الصوديوم ال 3s، الكي ال 4s، وهكذا. الحقيقة الثالثة أنه most of the elements are metals، أغلب العناصر هي فلزات. هذا الجدول الدوري
الخط الأحمر المتعرج يفصل لي بين الفلزات واللا فلزات. الخط اللي على اليسار هي فلزات، والخط اللي على اليمين هي لا فلزات. هناك بعض العناصر تعتبر من أشباه الفلزات، تعتبر من أشباه الفلزات، احتمال راح نبين لكم إياها بمناسبة أخرى. الحقيقة الرابعة بالنسبة للعناصر واللي هي مهمة جدا، أنه كل العناصر all elements in the same group have similar properties، لهم نفس الخصائص الكيميائية. فمثلا العمود الأول اللي بالليثيوم والصوديوم نسميها العناصر القلوية، دائما تكون قاعدية. اللي بعدها نسميها عناصر الأتربة القلوية، أيضا قاعدية ولكن قاعديتها تكون أقل، وهكذا. أيضا العناصر إيش راح تكون؟ metals they all are soft، تكون ناعمة الملمس وممكن أن تقطع بأي سكين وتتفاعل مع الماء. هذا نسخة من الجدول الدوري، العناصر اللي موجودة به. هاي نسخة أخرى من الجدول الدوري حسب الخصائص وحسب العلماء اللي اجتهدوا بها. الآن عندي الجروب 1، بالمناسبة عدد الجروب اللي نسميها جروب 1 جروب 2 جروب إلى آخره، نوع الجروب أو اسم الجروب يمثل عدد الإلكترونات اللي موجودة بالمدار الخارجي من الذرة. مثلا المجموعة الأولى اللي هي الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم إلى آخره تحتوي على إلكترون واحد في المدار الخارجي. الهيدروجين 1s، الليثيوم 2s، الصوديوم 3s، البوتاسيوم 4s، الربيديوم 5s، دائما عندي إلكترون واحد بالمدار الخارجي إلها. جروب 7 مثلا الهالوجينات، الهالوجينات كلها تمتاز انه تحتوي على 7 الكترونات بالمدار الخارجي. فمثلا الفلور يحتوي على 7 الكترونات، الكلور على 7 الكترونات، البروم 7 الكترونات، وهكذا. الفلور بال 2s يحتوي 7، الكلور بال 3s بالعفو بال 3p يحتوي 7، وهكذا. البروم واليود والأتينيوم كيف تملأ الأوربيتالات بالذرة؟ إنه أنا عندي the first electron shell can only hold a maximum of 2، المدار الأول اللي هو K يحتوي على 2 فقط. بعدين المدارات الخارجية كلها تحتوي على 8 إلكترونات في كل مدار، الثالث يحتوي 8، الرابع يحتوي أيضا 8، وهكذا. فهذه المدارات KLMN اللي تشوفوها، المدار الأول يحتوي على أوربيتال واحد فقط اللي هو K، المدار الثاني الأل يحتوي على سب أوربيتال، أوربيتالات ثانوية الأس والبي، المدار الثالث يحتوي على 3 أوربيتالات الأس والبي والدي، المدار الرابع اللي هو الأن يحتوي على 4 أوربيتالات ثانوية الأس والبي والدي والأف، وهكذا. المستويات الطاقية للإلكترونات، الوان أس هو أقل مستوى من مستويات الطاقة اللي موجود قريب من النواة. بعدين مستويات الطاقية نروح بال 2S بال 2P بال 3S 3P 4S و3D، 4S مستوى الطاقة أقل من 3D، وهكذا. Structure of the atom، خل نجي نقول عندي الليثيوم، الليثيوم دائما نسميه 3 ونسميه 6 و7، يعني عندي نوعين من الليثيوم. اكو ليثيوم بالعدد الذري مالته هو العدد الذري ثابت 3، لكن اكو الوزن الذري 6 وقسم الوزن الذري 7. ليش؟ لانه اكو ايزوتوبس، اكو نظائر. الايزوتوب هو نظير العنصر الذي يساوي يحتوي على نفس العدد من البروتونات ويحتوي على عدد مختلف من النيوترونات، وهكذا. فالايزوتوب على سبيل المثال عندنا 3 ايزوتوبس اوف هيدروجين، الهيدروجين الاعتيادي اسميه بروتيوم، الثاني يحتوي على بروتون و نيوترون فأسميه ديوتيريوم، والثالث يحتوي على بروتون واحد واثنين نيوترون فأسميه تريتيوم، لأن كلهن ايزوتوبس للهيدروجين. احنا عندنا ظاهرة،
عندما يكون عدد البروتونات مساوي لعدد النيوترونات في الذرة تكون الذرة مستقرة 100%، أي N over P يساوي 1. عندما يكون N over P يساوي 1 فتكون الذرة مستقرة. عندما يكون N over P أكثر من 1 يعني تحتوي على أكثر من أيزوتوب تبدي الاستقرار مالها يقل، وعندما يكون الفرق كبير جدا راح تكون عناصر مشعة. من نجي نكتب العناصر بالجدول الدوري، مثلا عندي هنا الليثيوم، أنا كاتب الوزن الذري 6.94، هي ماكو أجزاء، ولكن هنا أخذنا معدل 2 isotopes، واحد ليثيوم 6 واحد ليثيوم 7، حسب النسبة المئوية مالتهم بالطبيعة راح نحسبهم ونعرف شقد بالضبط الأفريج أتوميك ويت، نسميه أفريج أتوميك ماس، أي MU Average Atomic Mass. فعلى سبيل المثال عندي الأتوميك ماس of 6.94 بالنسبة للليثيوم، المعدل هو 94% من الليثيوم هو ليثيوم 7 و 6% هو ليثيوم 6. فنجي أكو عندنا معادلة نحسبهم ونطلع المعدل مالهم ونكتب المعدل. هذا الإلكترون ستركتشر مثلا عندي الكي 19-39، يعني يحتوي على 19 بروتون و 20 نيوترون، هذا التوزيع مالها. فالإنر شيل هاز 2 إلكترونز بالنسبة للكي، المدار الوان أس يحتوي 2 إلكترون، المدار الثاني يحتوي 8، عندي 2 أس و 2 بي المجموع 8، المدار الثالث يحتوي بالأخير على 8 إلكترونات الأس والبي، والمدار الأخير يحتوي على بروتون واحد لأن هو العدد 19. إذن هذا ملء الإلكترونات، الهيدروجين 1 إلكترون بالمدار الأول وصفر بالمدارات الباقية، الهيليوم 2 إلكترون بالمدار الأول وصفر بالمدارات الأخرى، النيتروجين إلكترونين بالمدار الأول وخمسة بالمدار الثاني وصفر بالبقية، الأكسجين 2 × 6 بصفر، الأكسجين إلكترونين 6 إلكترون بالمدار الثاني، وهكذا بحيث يكون عندي الفوسفور 2 × 8 = 0، الكبريت 2 × 8 = 0، الكلورين 2 × 8 = 7. احنا عندنا الاوكتيترول لازم يكون المدار الخارجي مشبع 8 فيكون العنصر خامل مثل الارغون، البوتاسيوم عندي ينتهي ب1 والكالسيوم ينتهي ب2. العناصر اللي موجودة عندي واحد اقوى من الثاني، الفلورين كان ديسبليس كلورين برومين وهكذا، ليش؟ حسب النشاط مالهم، حسب النشاط مالهم. الفلور بالجدول الدوري الزمرة مال الهالوجينات فلور كلور بروم يود، فأكثر واحد بالسالبية الكهربائية اللي يسحب الإلكترونات مال العنصر الثاني هو الفلور، إذن الفلور أقوى من الكلور وما ممكن أن يزاح، وهكذا. العوامل اللي تأثر على سرعة التفاعلات بكل المواد الكيميائية هي 4: الكاتاليست العوامل المساعدة ودرجة الحرارة والتركيز والسيرفس أريا. السيرفس أريا لأن التفاعلات كلها تعتمد على السطح الخارجي للعوامل فإلها أثر كبير جدا. موضوعنا الآن هو عن الاتزان الكيميائي. الاتزان الكيميائي Chemical Equilibrium، شنو معنى Chemical Equilibrium؟ هو التعبير عن توازن تفاعلات كيميائية من اليسار إلى اليمين. عندما تكون عندي معادلة كيميائية التفاعلات ممكن أن تروح إلى اليمين من اليسار لليمين، أو ممكن أن تكون راجعة بحيث تصل حالة من التوازن أو الاتزان، فنسميها Chemical Equilibrium. على سبيل المثال أنا عندي غاز N2O4، هذا بارتفاع قليل من درجة الحرارة أو بتقليل الضغط عليه راح يتفكك ينطيني 2 من NO2، هذا يصل إلى حالة استقرار بالإناء اللي هو موجود به،
إذا يصل إلى حالة بحيث تكون مستقرة، اللي إلى اليسار وإلى اليمين تكون مستقرة متوازنة ما تمشي بالعكس. فعندي أسيستم أت إكوليبريوم، عندي هذا التفاعل. على سبيل المثال أنا بديت الـ NO2 كان عندي صفر، الـ NO2 كان صفر عندي فقط N2O4، يبدي يزداد تركيز الـ N2O4 مع الزمن. أنا كان عندي بالأعلى شيء قيمة الـ N2O4، لكن ويا الزمن خليته بإناء راح يبدي يتفكك ينطيني NO2، يوصل إلى مرحلة الخط المقطع اللي تشوفوه، هاي المرحلة وصلت حالة التوازن، كمية الـ N2O4 تساوي كمية الـ NO2، مهما استمر الزمن راح تبقى هذه الحالة ثابتة. هذه نسميها الاتزان أو التوازن الكيميائي. أيضا نفس الصورة عندنا، هاي صورة مكررة مرة أخرى، نبدي تفاعل الفورورد اللي نسميه إلى الأمام، والتفاعل الراجع نسميه الكي آر اللي هو ريفيرس رياكشن. كي آر ريفيرس رياكشن، عندما يكون الكي اف يساوي الكي آر، إذا يكون عندي حالة اتزان مثل ما تشوفونه بالصورة، وتكون الحالة مستقرة عندي. الإكوليبريوم كونستان في كل تفاعل من التفاعلات تصير عندي حالة المادة المتفاعلة راح تنطيني ناتج، فالكي أو ثابت الاتزان راح يساوي الناتج على المواد المتفاعلة، الناتج على المواد المتفاعلة. فالريت لو بالنسبة للكي اف للفورورد رياكشن هو مضروب في N2O4، والراجع راح نسميه NO2 سكوير. عند الاتزان سرعة التفاعل للأمام الفورورد تساوي سرعة التفاعل الراجعة أو الباك رياكشن، اثنيناتهم مساويين. إذا نرد نعيد المعادلة، فالكي اف على الكي ار راح يساوي لل ان او 2 سكوير، لأنه ال ان 2 او 4 ينطيني 2 ان او 2، فأضربها ان او 2 سكوير على ال ان 2 او 4، وراح يكون كي اكوليبريوم الكي اف والكي ار راح ينطيني اثنيناتهم كي كابيتال كي اكوليبريوم. الكي اكوليبريوم راح يساوي الناتج ال ان او 2 على ال ان 2 او 4، وهاي المعادلة اللي مهمة ويجب ان ناخذها بنظر الاعتبار. الان عندي هاي تفاعل عامة تعبر لي عن الاكوليبريم، عندي سمول اي عدد المولات من كابيتال اي زائد سمول بي عدد المولات من كابيتال بي، راح ينطيني سمول سي من كابيتال سي الناتج، وسمول دي من كابيتال دي الناتج. فحتى اعبر عن كي سي بالتركيز راح يساوي لي تركيز سي الناتج مرفوع إلى القوة سي سمول سي اللي هي عدد المولات، ومضروب في كابيتال دي مرفوع إلى القوة سمول دي اللي هي عدد المولات من الناتج، مقسومة على الكابيتال اي مرفوع للقوة سمول اي اللي هي عدد مولات الكابيتال اي، مضروب في بي مرفوع إلى القوة سمول بي. وهذا المعادلة أو القانون يكون ثابت لكل التفاعلات الكيميائية. فسامبل اكسرسايز، نموذج عندي 2 من الاوزون 2O3 غاز راح ينطيني 3O2 غاز، شقد الكي مالتها؟ راح يكون الناتج اللي هو تركيز الO2 مرفوع الى القوة 3 عدد المولات، ومقسوم على تركيز الO3 مرفوع الى القوة 2، هذا اسميه كي سي لهذا التفاعل. التفاعل الثاني عندي كلور وعندي ان او، فالكي اوف اكوليبريوم مال المعادلة الثانية راح يساوي لي الناتج اللي هو ان او سي ال مرفوع الى القوة 2 اللي هو عدد المولات، مقسوم على تركيز ال ان او مرفوع الى القوة 2 اللي يمثل عدد المولات، ومضروب في تركيز السي ال 2، وهكذا. هاي الحلول اللي ذكرتها أنا قبل شوية، التفاعل الأول الناتج الأكسجين مرفوع للقوة 3 على الأوزون مرفوع للقوة 2، وهذه البي وهذه الكي. هاي نماذج أخرى لغرض التمرين، هيدروجين ويود راح ينطيني HI، ينطيني 2 HI.
فالكي راح يكون بهالحالة شو يساوي لي؟ راح يساوي لي HI مرفوع للقوة 2 لأن هو الناتج ومقسوم على تركيز الـ H2 مضروب في الـ I2 وهكذا. الاتزان ممكن أن نحصل عليه بكلتا الحالتين، أما الاتزان بحيث إذا غيرت الظروف آني قللت على سبيل المثال الضغط راح يروح وين التفاعل من اليسار إلى اليمين، أو درجة الحرارة زيدتها راح يروح التفاعل من اليسار إلى اليمين. إذا أريد أعكس التفاعل فأقلل درجة الحرارة راح بالعكس يروح من اليمين إلى اليسار أو أزيد الضغط. NO2 راح ينطيني N2O4 للتفاعل هذا. فالكي إكوليبريوم مال هذا التفاعل راح يساوي لي NO2 مرفوع إلى القوة 2 اللي هو يمثل الناتج عندي 2 NO2 مقسوم على المواد المتفاعلة اللي هي تركيز الـ N2O4. مرة ثانية هاي التفاعلات اللي شفناها احنا ببداية المحاضرة، نشوف الـ N2O4 يبدي يقل التركيز والـ NO2 يبدي يزيد التركيز، نصل إلى مرحلة من الاتزان بحيث اثنينهم يمشون بشكل أفقي مستقيم ما يتغير، لا المادة تتفكك ولا المادة الناتجة ترجع تنطيني الناتج مرة أخرى. هذه التفاعلات حقيقة ذكرنا بصناعة الأمونيا. صناعة الأمونيا، هابر ينتج الأمونيا من النيتروجين والهيدروجين تحت ضغط عالي جدا. تفاعل ذول الاثنين راح ينطيني NH3 اللي هي غاز الأمونيا. الكي راح يساوي الناتج اللي هو NH3 مرفوع إلى القوة 2 على تركيز N2 مضروب في تركيز الهيدروجين مرفوع إلى القوة 3. يكون هذا عندما أغير بوحدة من الظروف ذني الموجودة راح الناتج أيضا يتغير عندي. الآن عندي الرياكتنت والبرودكت، عندي المواد المتفاعلة والمواد الناتجة. إذا كان الكي يعني قسمة الناتج على المواد الأولية إذا كان أكثر بكثير من الواحد، التفاعل وين راح يروح؟ راح يروح إلى اليمين، بحيث دائما نحاول نحصل على استقرار بحيث المواد الناتجة تساوي المواد المتفاعلة. إذا كان عندي بالعكس الكي أو ثابت التفاعل أقل بكثير من الواحد، إيش راح يصير؟ راح يصير التفاعل ريفيرسبل، يرجع بالعكس بحيث الناتج راح يروح ينطيني المواد الأولية. فعندي على سبيل المثال هذا التفاعل، عندما يكون واحد يكونون اثنيناتهم مستقرين، عندما يكون أكثر من واحد N2O4 راح يتفكك يروح لليمين، وعندما يكون أقل من واحد راح بالعكس الـ NO2 مرة ثانية يتحد يكون لي الـ N2O4. عندنا هاي الأمثلة أيضا أخذناها أحيانا تفاعلات بالغازات. أنا مرة أقول KC يعني ثابت التوازن اعتمادا على الكونسنتريشن، فتكون بين أقواس كبيرة، المواد تكون بين أقواس كبيرة، لكن عندما يكون عندي أي على شكل غاز يعني عدد من الغازات متفاعلة أقدر أقول KP، أستخدم الضغط كأداة للتوازن. فKP يساوي أيضا ضغط النواتج مرفوعة إلى قوة أو عدد المولات من الناتج C، وضغط الناتج D مرفوع إلى القوة small d، يعني الضغوط مال النواتج على الضغوط مال المتفاعلات مرفوعة إلى قوة تساوي لي عدد المولات. أحيانا عندي محاليل مثلا PbCl2 صلب راح يتفكك إلى Pb أيونات وCl أيونات، إيش راح أسوي آني؟ الصلب دائما القيمة مالته التركيز ننطيه قيمة واحد فقط، ننطيه قيمة واحد، وكذلك كميات المذيب الكبيرة جدا. إذا بهالحالة الكي سي لهذه المادة الصلبة راح تساوي تركيز الرصاص في تركيز أيون الكلورايد مقسوم على واحد، إذا ما نذكر الواحد نقول بهذا الأسلوب. الغازات أيضا عندي CiCO3 هو صلب راح ينطيني CO2 وينطيني CiO صلب، إذا الكي لهذا التفاعل
تساوي النواتج يعني تركيز CO2 في تركيز CIO اللي هو يعتبر واحد مقسوم على تركيز CiCO3 اللي يعتبر واحد. إذا KC بالنسبة لتفكك CiCO3 راح يساوي فقط تركيز CO2. وهذا السؤال مجموعة من التفاعلات عندي قسم منها صلب وقسم منها غاز، راح تنطيني نواتج أيضا صلب وغاز اللي نتفاعل به إحنا فقط، أما الغازات أو المحاليل المائية نأخذها بنظر الاعتبار، أما كل شيء صلب ننطيه قيمة واحد سواء قسمة أو ضرب بالنسبة للتفاعلات الكيميائية. شلون أجي أحسب الإكوليبريوم كالكوليشنز؟ أحسب توازن العناصر اللي راح يصير بها تفاعل، أحسب القيم مالتها وأطبق المعادلة الكيسي نواتج على مدخلات وأحصل على نتيجة نهائية. الآن من هذا التفاعل أنا عندي هيدروجين زائد I2 راح ينطيني 2 HI. أروح إلى موضوع نسميه الآيس، كلمة آيس ثلاث عناصر اللي هي initially و change و equilibrium. آيس يعني ثلاث حروف، فالحرف الأول initially أنا كان عندي شقد ال H2، تركيز ال H2 المولاريتي تساوي 1 في 10 أس ناقص 3 واليود يساوي 2 في 10 أس ناقص 3 بينما ال HI 0 ما كان عندي HI. التغير اللي صار انه الهيدروجين ال H2 قل بمقدار 9.35 في 10 اس ناقص 4 مول، هذا راحت من الهيدروجين حتى تتفاعل، وال I2 ايضا قل بمقدار 9.35 في 10 اس ناقص 4 وال HI صار 1.87 في 10 اس ناقص 3 هذا الجديد. اذا ات اكوليبريام، بالإكوليبريوم راح نشوف صافي ما تبقى من الهيدروجين، يعني بعد أن نطرح المادة اللي تفاعلت راح يكون عندي 6.5 في 10 أس ناقص 5 والمتبقي من اليود راح يكون 1.065 في 10 أس ناقص 3 والـ HI 1.87 في 10 أس ناقص 3. إذن KC يساوي HI تربيع مقسوم على الـ H2 والـ I2. أجي أخذ حساباتي يعني كلها عرفتها، فراح يكون الكيسي يساوي 51. قاعدة ليشانتلي تقول انه عندما يكون نظام واصل بحالة اتزان اكوليبريوم، عندما اغير وحدة من المعطيات مال التفاعل او نظام التوازن من اليسار او اليمين راح يتغير النظام ويصير عندي اكوليبريوم جديد. مثلا انا ازيد الضغط او اقلل الضغط راح التفاعل اما يروح الى الخلف او يروح الى الامام. مثال واضح عندنا كلش، في حالة تصنيع الأمونيا N2 زائد 3H2 راح ينطيني 2 NH3 هذه المعادلة. الآن إيش صار عندي؟ آني عندي وصلت إلى حالة استقرار اللي شفتوها بالبداية، حالة استقرار عندي إكوليبريوم بين الهيدروجين والنيتروجين والأمونيا الناتج. إيش سويت آني؟ ضخيت هيدروجين إضافي. من ضخيت أنا غيرت حالة التوازن، فصار عندي توازن جديد بحيث الأمونيا زاد الناتج مالها إلى أن وصلت إلى حالة استقرار جديدة. الثلاث خطوط تمشي بشكل متوازي ونكون وصلنا إلى الحالة الجديدة.